نجد حرجا، وأننا صرنا اليوم نمتلك جمهورا كبيرا يشرفنا في جميع بقاع العالم، وأكيد بأنه صورة أقولها صورة عصبة نهائي الأبطال كانت صورة مشرفة ورفعت رؤوسنا عالية، رؤوس عالية الجماهير المغربية التي كذلك شرفتنا حتى في نهائي كأس العرب، حتى في نهائي عصبة الأبطال. وبالتالي سار مركب محمد الخامس عنوان أقولها عنوان للاحتفال وعنوان كذلك لتحقيق النتائج الإيجابية. إذن على العموم نتمناها وكما قلت ونريدها، فالجمهور صار اليوم لا نرميه البرورو، ولكن صار اللاعب رقم واحد وليس رقم 12، وكما قلت بأنه الذاكرة القصيرة والمناسبة التي لم تكن سوى أيام أقل من 15 أو شهر كان فريق الوداد الرياضي توج وكان للجمهور الفضل الكبير. بأعازيج تستقبل الجماهير وبشعار نريد الملعب مملوءا بأنصار الوداد، هكذا رفعت شعار جماهير الوداد من أجل أن تجعلها مباراة اليوم كبيرة. فليست فقط هذه المباراة التي تعرف حضور جماهير كبير، لكن الأكيد حتى بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي رحلة كبيرة لأنصاره من أجل البحث كذلك عن الصراع والتتويج. على بركة الله تشكيلة فريق الوداد الرياضي: عيسى السعودي، أشرف داري، يحيى جبران، زهير المترجي، جايمنزا، أيمن الحسوني، عبد الله حيمور، بديع أوك، أيوب العمود، محمد رحيم، أمين فرحان. هذا التشكيل الأساسي في ظل غياب الحارس التبنوتي وجلال الدولي. التشكيلة الاحتياطية: يانيس عنين، أنا صراحة، حمزة أثري، رضا الجعدي، إبراهيم كومارا، حمزة أيت علام، صلاح الدين بن الشو، منصف أشرى شم، وسومو